طيب نحل بقى سؤال 56. نحل سؤال 56. سؤال 56 ده فيه شوية ماس مش فيزيكس برضو. تمام؟ حلو جدا. هو بيقول لي إن ده 4 أمبير وده 1 أمبير. تمام؟ وفي بوينت اسمها A. تمام؟ ذات كارري كارنت وير ذا بوينت إكس لايز بتوين لايز أت ذا نيوترال بوينت. يعني دي هي النيوترال بوينت. طيب انا عندي حاجه عظيمه جدا، لو المسافه دي ايه يبقى ديت دي ماينس الايه، صح؟ حلو جدا. انا عندي قانون بيقول لي ايه، ان انا ممكن اقول اي ويك اللي هي القانون اي ويك في دي ماينس الاكس ايكوال اي سترونج تمام مالتبلاي اكس، بس انا مش بشتغل اكس بقى، هو مسميها ايه، فهتبقى اي ويك اللي هي 1 في دي اللي هي دي ماينس اي ايكوال اي سترونج. تمام، هو ده بدل ما مسميها اكس مسميها ايه. طيب اي سترونج دي طبعا اللي هي ب 4 امبير. تمام، فنعوض عن دي ب 4 امبير. طبعا هو مش فارق، يبقى دي ماينس اي ايكوال 4 اي، هات الاي ده من بلس فيبقى دي ايكوال 5 اي. ده اللي انا استفدته من الكيس 2. طب هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان لو الكرنت ال 1 امبير بقى 4 امبير تمام النيوترال بوينت اتحركت 10 سنتيمتر. يعني ايه اتحركت موف ذا ديستانس 10 سنتيمتر؟ يعني هي كانت ايه؟ لا هتبقى ايه بلس 10. تمام؟ طب ودي؟ هتبقى دي ماينس ايه بلس 10. تمام؟ ودي دلوقتي بقت 4 امبير ودي كمان بقت 4 امبير. طيب تعالى نعوض. تمام، هتبقى طبعا ما فيش اي ويك هنا اهوت، فعادي يبقى 4 في اي بلس 10 ايكوال، او بلاش معلش كده انا اسف، يبقى اي 1 على ديستانس 1 ايكوال اي 2 على ديستانس 2. اي 1 ب 4 وديستانس 1 هي اي بلس 10. تمام، واي 2 ب 4 وديستانس 2 هي ديستانس ماينس اي بلس 10. طيب انا عندي معلومه مهمه، ان انا ممكن اشيل اي دي واحط بدلها اي، فكده بقت ايه بقى الايكويشن 4 على اي بلس 10 ايكوال 4 على 5 اي ماينس تمام 5 اي ماينس 10 بلس A. كده بقى فيها عنون واحد ال A، كده انا طلعت ال A. تمام، واقدر اخد ال A دي اعوض بيها ان هو اطلع ال A. السؤال كله ماث مش فيزيكس. تمام، هو لما بيصعب في تشابتر 2 بيجيبها بالماث وما بيلعبش كده في الفاينل خالص. طيب نيجي ل 57. حلو جدا، بص كده في 57. طيب هو انا هو عايز يعرف الدايركشن بتاع الماجنتيك فيلد عند بي وعند كيو. تمام، واحده واحده. عند بي تمام دول نفس الاي ونفس الديستانس، يعني دول لغوا بعض، يبقى عند بي دول اصلا لغوا بعض، يبقى اللي اتبقى هو ده بس. ده هنا هو هتبقى اكسات وعند البي دوت، فيبقى اد بي البي توتال اوتسايد. بما ان الكرنت هو والديستانس هي هي ودولت ما بينهم ماينس، يعني هيلغوا بعض. تمام، فدولت كانهم مش موجودين، يبقى اللي بقى لي ده بس. طيب تعالى بقى نشوف عند كيو، تعالى نشوف عند كيو. طيب ركز معايا كده عند كيو. تعالى بس نمسح بقى اللي احنا عملناه، فبس احنا عرفنا عند بي ان هي اوتسايد. تعالى بقى نمسح تمام ونشوف عند كيو. بص كده بقى عند كيو، يبقى احنا خلاص حددنا دلوقتي البي اوتسايد، يعني ده ديت ده ديت. تمام، طيب تعالى بقى عند كيو. عند كيو دول مع بعض في بينهم ماينس، صح؟ او بلاش بلاش كده، تعالى نحدد الدايركشن بتاعهم هما الثلاثه عند كيو. ده اللي هو اكس، انما ده هنا دوت، ده هنا بقى اكس وهنا دوت وده كمان هنا اكس، يعني كده الواير ده والواير ده زي بعض عكس بعض.
صح؟ حلو جدا. يبقى انا عندي ويرين مع بعض وواحد عكسهم، محتاج اشوف دول مع بعض اللي هو بي توتال بتاعت اكس وواي تمام بكام؟ طبعا انا واقف بره النقطه فهتبقى بلس تمام؟ حلو جدا، فهتبقى ميو اي على 2 باي دي بلس ميو اي على 2 باي دي. معلش دي مش دي واحده، دي 1 2 3 يعني دي 3 دي. طيب قلنا ناخد القانون كومن يعني ميو اي على 2 باي دي اتبقى جوه ميو اي و2 وباي ودي اتبقى 1 باي 3 ميو اي و2 وباي ودي بلس 1. فدي طلعت 1.333 ميو اي على 2 باي دي. دول بتوع الاثنين دول تمام؟ تعالى نجيب بقى بتاعت واير زد لوحده. البي بتاعت واير زد تمام؟ البي بتاعت واير زد ميو 2 اي على 2 باي دي، خد القانون كومان يعني ميو اي على 2 باي دي اللي اتبقى 2 بس عشان ميو اي و2 باي ودي اتبقى 2 يعني دي بقت كانها 2 في دوت. ده اكبر ولا ده اكبر؟ تلاقي ان دي زد اكبر بينهم هما الاثنين، في التوتال بتعامل مع الاكبر فهتعامل مع زد فهتبقى برده عند كيو اوت اوف ذا بيج فهتبقى اوت واوت فيبقى الاجابه ايه؟ تمام؟ طب برضه السؤال صعب عشان في ماث مش اكتر، بس ممكن تفرد ارقام وتحلها وتشوف مين اكبر. طيب نيجي ل 58 في معلومه مهمه لازم تبقى عارفها، الاي دي قد الاي دي والديستنس دي قد الديستنس دي، يبقى ده لغى ده عشان دول سيم دايركشن يعني بينهم ماينس فلغوا بعض، يبقى اللي اتبقى ده بس فهتبقى دي توتال ميو اللي هي 4 باي باي كان نيجاتيف 7 والاي ب 40 على 2 باي الديستنس دي بس وكان النيجاتيف 2 علشان الوايرين ده وده قد بعض تمام وسيم دايركشن يعني بينهم ماينس ونفس المسافه يبقى هيلغوا بعض يتبقى الثاني بس. طيب تعالى نحل 59 اخر سؤال تمام ونبقى خلصنا تمام. اخر سؤال دوت تمام برضه مش صعب تمام، تعال نحله كده اهو. انا بس دي مش باينه عندي في الصوره دي دوت، بس هما تقريبا دول اكسات ودي دوت تمام. خلي السؤال ده حلو معاك في السيشن عشان مش باين عندي في الصوره دي اكسات ولا دوت ولا ايه بالظبط. هو عموما دايركشن يعني مش صعب قوي تمام كده. ليسون 2 خلص. طبعا لازم كنا نشوف فيديوهات اللي هي بتاعت الريفيجن قبل ما نبدا نحل الدرس ده.